منشور على صفحتي من 2018، أنا كتبت تعليق لنا وش بيبنز دير أحذف الخبر المتعلق بالجيتس، لأنه سربوه له الجماعة، كانوا فعلا كانوا حابين ينحيوا الجيتس صح، لأنه خرج لهم على الطريق. ها هو في التسجيل فيه بزاف، هذا فيه 8 دقائق وكذا، يتحدث يقول باللي تبون، هذا اللي راهو يدعو في تبون على جل باش هو يستمع للنصائح نتاعو بإطاعة هذا مدير الأمن. هو يقول باللي تبون، هذا اللي راهو يتهم في هذا مدير الأمن بأنه عميل لفرنسا، هكذا راه يقول لكم باللي راهو يتجسس اللي صالح فرنسا. في التسجيل هذا يتكلم باللي تبون موالي لفرنسا أكثر من أنه موالي للجزائر، ويقول باللي زار وفد جزائري من صحافة إسرائيل في عهد تبون، وكان يقول عليه باللي هودي على تبون. لكن وش راح يجيكم من واحد إنسان وجهه عليه حلاسة؟ الناس اللي رام يعرفوا البادية يعرفوا وش معناتها الحلاسة، حلاسة هذه يحطوها على الداب، هذا وجهه عليه حلاسة. غندير لكم غير شويه برك مقطع تسمعوا منه برك باش تعرفوا باللي السيد هذا انسان منافق 700,000,000,000 في الساعه. شوف الاخطاء خطأين، الخطا الاول ان الانطلاقه نتاعو كانت انطلاقه قويه مقارنه بالمترشحين الباقين. السيد جايب بوفد رئاسي كورتيج اللي يمشي معاه تعريض الجمهوريه اكثر من بوتفليقه، راكم تسمعوا سيارات اخر تراس باسات، جايب من فولكسفاغن، جايب من كيا، جايب من يعني مديري الحملات على مستوى الولاية، عطيهم سيارات جديدة وأموال جديدة ورجال أعمال يعني اللي كانوا يمولوا فيه حتى اللي داخل السجن. لما نقولوا كيا يعني رجل أعمال باين وشكون، لما نقولوا فولكسفاغن معروف شكون اللي راهو في السجن، يعني رجال أعمال اللي راهو في السجن أصحاب الشركات الكبرى للسيارات هما اللي مولوا المديرية حملة تبون. اسمعوا يهضر على طحكوت وكذا، هذا اللي هو ياكل من ابن طحكوت ويعرف في روحه بالصوت وبالصوره راها موجوده، وهو منا يقول باللي انا احارب المال الفاسد. اسمعوا يا سي تبون، تحارب المال الفاسد وهذا الاموال الملايير ورجال اعمال ورجل اعمال من بين رجال اعمال الفاسدين، وهذا عليلات اللي تكلمنا عليه من قبل وانا تكلمت عليه من قبل، ودوك نرجعوا للموضوع. هادو وشني هادو ائمه في مسجد الاعظم ولا وين ما فهمناش، يضربون في السجن فاسدين وتركضوا بسيارات اخر طراز شريتهم بدراهم منين جبت دراهم؟ خرجت تديكلاريت قلت بلي ما عنديش سياره ملكي ما عنديش، اذا منين جبت هذا كيما يقول الاسطول تاع السيارات من كل انواع السيارات جديده 2018 2019 ماشي حتى مستعمله؟ اذا القضيه فيها ان يا اما انه بالفعل ضرب لي تبون، والآن راح نقول لماذا في اعتقادي أنها ضربة، لأنه أخطأ خطأ سياسي خطير، يا إما أنها العكس حاولوا يشوهوا صورته باش لما يفوز بناء على يعني توصيات خارجية وداخلية وفوزه مؤكد. شكون يعني حسب أنا أعطي في تحليلي الشعب غدوة ما يقول ما يقولش بلي والله باينة مزورة، يقول لا السيد ضربوه في أهم قياداته، شوهلوا صورته، دخلوا الممول تاعو للسجن ودارولو دارولو فاز، إذا الشعب راه معاه. إذا الأمر فيه أنا بالنسبة لي قراءتين، نتكلم على القراءة الأولى اللي هي ممكن خرج من الباب الضيق. لماذا؟ لأنه خطابه السياسي الذي دفع الدبلوماسي بالي مدير الحملة الانتخابية إلى الاستقالة بالنسبة لي هو تهجم على فرنسا، تهجم غير مبرر. سمعوه كلنا يعرف أنه في 2017 نال التزكية من رئيس الحكومة أو الوزير الأول الفرنسي لما قام بالزيارة التاريخية إلى نيس جنوب فرنسا ولقاء مع اليهودي الجزائري من أصول جزائرية من بشار مسعود. وبعد رقم تسمعوا عنده علاقة مع نتاع واحد يهودي جزائري وتاع فرنسا، وسمعوا شي يحكي عليه هذا على تبون نتكلم عليه. ثم انتقاله إلى باريس عبر طائرة خاصة لهذا رجل الأعمال اليهودي، اسمعوا، ثم لقاء مع الوزير الأول والغداء معاه داخل مقر الحكومة، وهذا خرق بروتوكولي لأنك طريح في حواس تمكشر وزير أول، ما المفروض يكون الغداء في مطعم في فندق ما يكونش في قصر الحكومة الفرنسي، لأنك أنت ما رحتش كرئيس حكومة، ما رحتش كوزير أول، تروحت كشخصية جزائرية في عطلة، إذن هذا خرق لا يقوم به إلا من هو مدعم من جهة ما.
الجهه اللي دعمته شكون هو؟ قائد الاركان نائب وزير الدفاع القائد صالح، هو الذي شجع تبون على لقاء الوزير الاول الفرنسي بتوصيه من الامارات ان يسرى التنسيق، هذه لازم يعرفها الشعب الجزائري. ايوه. بوتفليقه لما سمع بالقضيه عن طريق مصالح المخابرات في باريس طبعا ما عجبوش الحال، كي نقولوا بوتفليقه يعني السعيد السيد هذا يلعب مورانا، السيد رايح عطله، قال راني رايح عطله اسبوع نحوس على روحي عشان يتلقى مع الوزير الاول الفرنسي بدون تنسيق، ويروح في طائرة خاصة وكذا، وبعد معلومات أنه قائد الأركان على باله بالقصة هذه هو اللي شجعه قال له روح، وبعد توصل معلومات أنه الإمارات تقف وراء هذا الشيء لأنها فقدت الأمل في بوتفليقة، حبوا يخرجوه من الباب الضيق، قال لك خلاص مرضوا وتعبوا ويخلوا نخرجوا، لكن من هو البديل؟ شكون هو؟ ويحيى ما يثقوش فيه، بنفليس ما يثق، واسمه بنفليس طبعا ما يثقوش فيه، عبد الملك سلام ما يثقوش فيه، نتكلم في 2017 لما كانت هذا الرجال كانوا بقوتهم. إذا شكون اللي يثقوا فيه؟ عبد المجيد تبون اللي يضمن فيه القايد صالح اولا، ثانيا هما شيوخ الامارات يعرفوه من القصه من قبل، لما كان من الانتخاب يرافق الوفود الاماراتيه لما يجون الجزائر، بوتفليقه هو اللي عرفوا بهم. اسمعوا، اذا بوتفليقه سعيد قنع اخوه عبد العزيز انه تبون راهو خرج علينا الطريق، راهو خدعنا وحاب يتحالف مع فرنسا والامارات والقايد صالح باش يصلحوك يا الرئيس، اذا نحيه، اذا صرات هذه القصه ونحاوه. القايد صالح ما نساهاش انه تبون راح ضحيه دعمه، يعني دعم القايد صالح لتبون سبب له مشاكل ونحاوه، اذا الان يرجع بقوه. الخطا الدبلوماسي اللي داروا تبون انه تهجم على فرنسا، شعبوي طبعا، هو مش قصده يتهجم على فرنسا، هو قصده انه يرضي القاشي الراشي لانه يدير في باله باللي اللي سب فرنسا راهو انسان غومباري وباديسي. قضيه غومباري قديمه، سمعوا هذا اللي راهو خرجها اليوم، بون ولاء لفرنسا اكثر من ولاء للبيض. سمعوا فرنسا راهو انسان، راكم تسمعوا تبون باللسان تاعو ولاء لفرنسا اكثر من ولاء للجزائر، سمعوه بلسانه ها ومباري وباديسي، اوركو على بالنا باللي تبون ولاء لفرنسا اكثر من ولاء للبيض والنعامة، هذه حاجه معروفه لاعتبارات حتى تاريخية، عندها علاقة بتمنطيط وبوسمغون وشالوم والوفد الصحفي شالوم الجزائري اللي راح لإسرائيل لما كان تبون وزير الإعلام، يعني هذه العوامل هذه كلها بون. راكم تسمعوا، راكم تسمعوا فيه بالأذن نتاعكم، باش ما يجيش واحد يقول لي باللي هذا راهو كذا، ما هو يدافع على تبون ولا هو راهو يتنيفق وراهم يدعم راهم يدفعوا في شنقريحة، راهم يدفعوا في شنقريحة باش هو يستعمل بعض الوسائل اللي كان يستعمل فيها القايد صالح، هكذا كانوا هما أطاحوا بالقايد صالح لأنه القايد صالح ما مشاش في الخط نتاعهم، هما الآن راهم يدفعوا في شنقريحة على جال باش يمشي في المشية نتاع القايد صالح باش فيما بعد يضربوهم في بعضهم، باش يضربوهم في بعضهم مصالح نتاع الأمن، قال لك المديرين نتاع الأمن مع قيادة نتاع الأركان وهذا نتاع الحرس الجمهوري، ويخلطوها لهم تسمى يخلقوا لهم أزمة، ومن بعد روحوا لخالهم النزار، خالهم النزار والتوفيق على جل باش هما يطرحوا لكم الحلول. هذا الجرو نتاعهم هذا اللي راهم دركا مكلفينه باش يقوم بهذه الأعمال، هذه خدمته، خدمته هي الشيطين، خدمته هو الإجرام، خدمته هو الاقتتات من هذه المأساة.